بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا وحن عن بارين يا كوة وحوشتا ابل كانجيستي نكا دالي يرداهي ومدح اللوغة تشلو ودمر يعروف لغا ايتيي بان تلقفتي وحاولي هاي ولالي ولال كابان هاي هاي الدلين ولالي هدا الدليسان خطك هاي الدقنين وهاي عيبيننا سحي يدلا ولا هم ولا حي ود ليسان واد يا يقول لي واد يسنا يقول لي هي ان واحد 44 انا كسيو هرتا انا حق الله كهليا ددكو اني كان قوم بانو لي هي ان ديتور بو هانجري واغي سوره ان وانا وحن سنا ودك مدح لوو جرو اها ان حدو يحي نيكا انو ان غرانيو ده مده هره ايو دمبيسيو ده انت مال لك كان حتى هاي واحد اللي يري هذا دكتور تو تو با تو تو با واحد ما يناسو حي نكاس دمري دمري يحرر بالي قاعد يجي انت اللي غفتي قوي اللي ودي بي اخر كينا ايوه قاب كستو اوفر حما اكرا نغمي فيديو كدوبي كدوبي ايال البي واحد عيبتا سكان علي ودقان دارود ويه واحد عيبتا كان علي ودقان كمدق ويه واحد عيبتا كان علي ودقان للكسوي لكن سهل بقى لنا إلى هو هرت المجرمين تكو نكاد دلي عن هو بس نين مسكين كأه كو دلي في فيديو كدو بي حد أنا يا كف أنا يا صاد دقي ميديا صاد دقي هرت إلى حقين وكف وكف وادي الله حق جسنا وكبر لي رادي وحين عبد يستن إنه يهين دد مجرمين أولي في عبه ولما وحي عديين إنه قاليهم هذا الله أن لا يأوي إلا حد مسكح ذي إذا كب حلا وحي وحي لا ذا وريا الله بم وسيسو الله بحرق عدتك وسيسو الله بحرق عدتك وكد لينا محوقف قاس حقيقة يا مرك إنه ليه هي إله يو أدون كاجي وكوس تشودة يا بن إله يو دلينا بل هذا يدلين ما هاي كوكل فيان هان ربتكم ومر خانتك إلهي يقول سمعين يعني إلهي وادوم كانوا يقول سجود يندلين وجاهل نبدا ماشى عن مرينا وي سومالي مدوة سومالي مدوة وادل فرح وي وقطع سين يا أهل كي قرابة دي وكجريو ذي كاس عيبتك كلا وحيك ودجان دارود عمل لي الكسة عيبتك لبعض سوية وحيك موقال كلا سوقلي موقال كلا بل سوقلي نم وح نم بيقبتين نما سعره وصدع وكره وين وراي سايا ورواسود ديو يقول لي واد ديو واحد لي واحد تاعك انت حاجات ساحات شو قال لي ساحه ما تشوف تي واحد تتابع لي لا والي وسعره ولو لبسيا قلنا الله سينيا واحد لي يد ونسيان ورا هذا اللي تشوفتا و ومد كره او قلب ضد يحاول يسوي ايضنا واتني بل الى الدعوه نوكاسي قبل نوذا أي نكا ورد غمين إيو عيب تماشي نكا حراق دي نكا داروه إله هو عنا عيبين ربيو إله هو عيب أسطر نوو هالكين أنا واق هاي رح قارن ما وريسي سحينا لزيسي واق أنا عك نكا محا تاي نكا سعد با هيا واصلا إلهي كفو قدام واصلا سعد هو قبل نمداس وهذا كبه قادل إياه waa ka mahad celinaya leel kaso gunnimada aad fashayna waa mid gayiga Soomaaliyeedna ku qasum qarniga 2000 iyo qarniga 2020aad ee sanadkiisa 2024 la marayna ceeb iyo yahyah ku ah ilmaha dhayaal oo tolkay leel kaso qabiil weyn baa idinku ogaana inta asuusatan Soomaali horteed ku kufteen Soomaali horteed baad ku bariiqateen oo ku habsateen oo badan ku dhufateen صدق الله الصومالي هرتاد قنتي وحوش طاحيد نكا مسكين كاد الشيء دمر كاد الشيء صغوره ولا الكاب انا هي الدني ولا الهدا هي الدني سي هي دوبي ادي على كوره يا هذا الله نوع اصلا حريص تلك هذه نكا وحي دري حدي وحي رد دكي دد قلبي وقوين يا حدي ودك كهرين اما نصدت شيغان يا حدي ودك كهرين وحي نكا دلي سو قبطه وجن دارون عبيي للكسان عبيي وهدي أي تشيران ويه
wax ku waadhaama haday deegaanka joogaa kuwaas wax dhaama haday deegaanka joogaa kuwaasina waa kuwa een halaag u sugnaaday wey waa kuwa ay biri hortaal bi ay dambin qutilat ay hortaal wey bi ay dambin qutilat kuwa hortaal wey nin macawis qaba aan hubaysnayn aan aan la yoo waalana la yaqaan oo aroo qurbaha toddoba sano jooga aan garanayo tuutu ma garan waayo wiil leelka saa gabar leelka saa ma ay garan waayo inuu galdobob iyo cagaar weyna joogtaan tuutu ma garan waayin oona caan la garanayo ahaa wixii waxaa falay marka ilmaada ciyaaro idinkoo dad nasabaanahay oo gobe sharafka iyaga iyo cirdiga iyaga wuxuun u dhowraya wixii soo qabta soo qabta oo bulshada horgeeya oo ka jizaa mariya dambigii ay galeen iyo ceebtay galeen mid kale sameeya oo ninka qoyskiisii iyo ehelkii laga dilay u yeera oo magtiisa toban jibaaran bixi oo leelkasa haddaysan bixinayn ama arrintaa geysanayn daaroodka kale ee gaalkacya jooga baan u dirayaa ee tani haddii awal dekana leelkasa iyo ay isleynayeen iyo dagaal ka dhexeeyey tanoo kale ma aha wax dekana iyo dagaal midna lagu masaleeya maahe ilaahayna waa lagu caroonaya haddaan ka aamuso xumaanta noocaase waxaa samaysaan daaroodka kale ee meesha mudug deganow arrintaa ka dhiidhiya oo ninkaa xaal iyo xumayn wixii atigaadhaan ka bixiya haddiina soo qaban karin idinku wixii ka bixiya labada maamul ee puntland iyo galmudug labada madaxweynena fariimaa undiraya fariinta ay gaarsiiyey xaaladda gaalkacyo sidaan hadda ay tahay hadday sii socoto waxaan umaynayaa waxaan xusuusanaynaa qarniyaa dib loo noqonaya qarniyo baa dib loo noqonaya ah oo xooshnimo ah argagax leh haddii ala kuro aan nasabada meel ka soo gelin dadka halkaa jooga ay weligooda islayn jireen laakiin birmageyda iyo haddii ala ku rooya qof waalan iyo qof bahalkii iyo weligeed laguma habsaami jirin weligeed laguma habsaami jirin qof waalan iyo qof haddii ala ku rooyahay dumar iyo caruur iyo birmageydaa la odhan jiray weligeedna lama aadi jirin marka xaalku hadduu saan usii socdo ummadda soomaaliyeed oo saa noo daawanaysa hortooda nasabada kaga baxayna haddaan reer mudug nahay oo aan nasabe ma noqonayna gun baa noqonaynaaye waxaas halaga qabto labada maamul labada madaxweyne waxaan leeyahay meeshaa taga labadaa reer oo leelkasa iyo sacade ilmaadi riyaaro waxaa u dhexeeyay isku laynayaan maanta 2024 oo dadku nolosha fahmay oo weliba reer mudugii deganaa mudug oo hadday qolyahan hawiyo noqoto iyo hadday qolyahan halkan daarood noqotaba dagaalada ugu waaweyn waxay ka dhici jireen ama isku babiin jireen waxay ahayd meesha la yihahdo caduu maanta nabad baa isku dhex maraayo geela muxuu ahaa meesha la yihahdo garinsoor halkan inta kalugoyo garinsoor taga waa la soo celiyaa asagoo siinsi loowada la keena geela dacaad weyn lagu arko goostana waa la soo celiya halkaasi maanta marayaan noloshan fahmay marka halkan dhinacan kale waxbaa si ka siiye warbaldib halloo lagu laabto nabadda gobolka mudugna ha la ilaaliyo arrintaa foolxumada ee meesha ka dhacaysana isku meehe looga soo jeesto gunnimada meesha ka dhacdayna aan annaga daarooda xaal ka bixin oo xaal golotoosna ka bixin oo hawiyo inta u nimaano aan dhahno naga raalli ahaada nacafiyan aan dhaho wixii waxaan geystayna waa magac xumaynayaana magacoodbae aan qaqabanno oo haddii ala ku rooyahay dembiga ay geysteen aan ku oofin wallahi haddaad kanoo kale qofkaanoo kale ama naagtaanoo kale dadka ay guriga u joogto wallahi ilaahay waa idiin caroonaya ilaahay wallahi waa idiin caroonaya waana halaagsamaysaa ninkaas hadda ee baalkiiya miskiinka editoorka ahay waa laa wallaahi dembiga laga galay ma aha mid sacad u yaalla ma aha mid leelkasta u yaallana ma aha ee waa dembi ummadda soomaaliyeed saameynaya oo ilaahay ugu caroonayo qof miskiin oo dhiiggiisa lagu xalaalaysanayo reer hebel maat ina lillahi wa ina ilayhi raajicun hadda hadduu yahay reer hebel hadduu yahay qolyaha hubaysan ama qof caadiya waxba kama soo qaadeen laakiin birmageydo waalan oo haddana shacaba oo macawis qaba oo la yidhi waxaad moodaa xuduuddii kenya ama wadamo shisheeye xuduudooda galay maxaad doonaysay halkaan ma garanaysaa baa lalehay halkaan ma garanaysaa ma ina lillahi wina ilaah waa noo caroon ilaah waa noo caroon wargunnimada noocaasi reer mudug uu ka dhiidhiya oo ka hortag
نكاس دكتور تو تو وانو قاعد مجلس إني أستن قرنا يا مجلس عادي يا مجلنا يه نكاس قاعد هدو يهي نكاس دم بالله قرنا آخرنا حبض أصعب تقال كعيب بكبد أيه سينا أيه نقول سو وريجي نقول منش يمشي اللي على عجل وريجي تجنش حبض أص سير سرعة على صدق عربي ما نوع حكى لكم ماهي مركب تكوار وار نص يا دوا دحد حدود دمالي ما كان يغنان هل كان ركاء الدقى حقا ركاء الدقى لأن كسو حاليا لأن كسو دمر كي عفروت نكا كعديد سن إن الله رياله إن كدي دي عرنتاس تدخلوا معه وحقبته وحقرته قبيل وينه مدحون يمس صنباي وهو هاي تدخلون ركز عليه لكن ركوا وح أتكسو حلاق كنا أنت وناك صنباي كنا هوشاس حتى حدينا قبيلة هان يبارك الله باكيني ور إسلام نمو إلهي بلان تصنو إلهي أن تصنو إن دجانك الدنب الوقراي إلهي أن تصنو إلهي أن تصنو إن أن كهن نحي واحد ماشا خدعي إلهي أن تصنو أدون لي أدون كسيو اللي يلتوكو لبرك عدو توكو ويكو دي لي هاي ومركو توكالي لا تشترون لدلي إلهي دنبك إنتا اللي أقوين دجانك أن كنو الله إن أن كهن إلهي الوقراي إلهي أن احترام يدينتيس نحي كان لغان تقفكاس waxa ka dhigan tahay laba rag cadaad tukaan ku dilay waxa ka dhigan tahay maxa ka dhigan tahay waxa ka dhigan tahay ilaahay uu adoonkaaga sujuudaya ayaan dilay maxa isku cadday marka mujrimina ahay diinta la dagaalamaya isku cadday naagaha iyo ninki waxa dilayna anaaba hubo kuwa si waaraya ma aha ilaahay waa ka jaasmarinaya laakiin war anagu waan isufno ilaahay ilaahayna abuurtay waajib u deegaanka naga saaray qofka qabiilka arinta ahow ان انتسنا كو ان انا نقود هين كو ان وها اسرينيا ان انا نقود هين انتسنا وان ديبو لابن او الله انا سميستاي ان ديبو لابن حمانت ان كديدين ورغي سو ما قريب اسكو ديليس لكن تلقى قبيل ما واه الحمد رب وحوشوي ان سبب هين انت اسان لا هي نوكا سعد قبل ما اقرا ياو فيديو كلا دعي داوسيني وضوها من لك سايا من لا تقوى ذا الشعبة ودرب أمد حيي أرض أمد حيصو قف أرض حركة لميان لقي بسلي هاي أما قف أرض بس أنا راقي أما حقا دو وسك وسك قري مركن أصو قري أولان ولي أسوي تغني أركان قبتين بين الحقيقة شو بتوريا ساحن شو قبي وقرنا أبو قلاي ولد شو ماشي ويمد ساحو قبا ساحن ما شو بتوح لأن لا ولي شو بتا ساعد بان شو بتا ورالك يا تاي دكان كاي واتمي هذا تاي إيشي ورالك يا تاي دكان كاي واتمي واكدرينا واكتسرينا وحن واحد لكن الشهادة يتركوا كدرينا ما يسوع واكم هسيه نانكاس وارقوم هاد إلنا يا جبن مدرس جبن مدرس ما تعلم من علينا الورتشين يا تركي إني كديديا إني كديديا أصلا ما عليه هرتون حال مريان ilaahayna aan barno ilaahay aan ugu aroon ilaahno ilaahayna raali gelinno ilaa deegaanka waxa lagu sameeyaa lagu deganahay ilaahay xaqiisna raali gelinno soomaalida kalena aan qadiyaal ku rooyahay aan iska hufno ilaahay waxaan lama qabtaa dad inta ka roobanahay aan tusno soomaali horta ku kufno soomaali horteed baan ku kufno lama muqaalba saasina urdi media minna waan daarado inta la qabtay leeyahay una la siinay leeyahay loor nina waan وعلى الله تلقى كلنا يوليها تكوى كدرينا حاشا وتو حاشا وتو حاشا وتو حاشا قبيل وتاقير كرماها الإلهي كوى كلي بيها نقدو حماتا نسكرفتا ماذا حوين لماذا بدا حوين فريت دي قاسي سيد عبد الله الدنيا يقول أنا والله لو صاحب بضي دك دي قرح يوتاقى عرنت أسمى الحوى غفت وانو بحي عرنتان حاشا الشيخ محمود يحك باشي ضي دقانك أعلان لك كعيو هديا لكورو يهوية يدارو الدقان على سوء الشو ee meesha la yiraahdo Puntland iyo halka dagaalka laga galiyo waawga isla Ismaaciil oo markii la xiranta halka dagaalka laga dhaliyo oo hadii aad ku rooyay laga saas baas buku weeyato dagaalka weeyay daaro ka noqdo oo hadii aad ku rooyay Isaaq iyo halka laga soo qaado awooda laga soo kala qaado intaas marka Ahmed Cabdi Kaari iyo Saciid Dani oo ay khaas taabanay socodaani waxaan leeyahay arintaas waxa uu qabtaa aad baan salaaya printee si gaarsiye ilaahayna waxa ka baridaan ilaahayna waxa taa ilaahay nagu caroon ilaahay nagu caroon ilaahay deegaanka naga soo jeedin ilaahay waxa asra naga soo tagala ilaahay oo mid ka xun ay umada ku dhax jiray ilaahay dirti aan nagu caroon ilaahay dhulka aan la rugin ilaahay dhul gariin aan nagu ridin ilaahay rabbi oo raxmaan oo calaada aan tusi ilaahay waxa aradaa oo maad ka sakarnay hanan tusi
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.